ماذا يفعل العراقيون في معسكرنا؟ ربما لجأوا إلينا من ظلم المقطع. افسحوا الطريق. ألم يبلغك الخبر؟ لا، هل ثمة أمر حدث؟ لقد اكتشفوا أمر جاسوسنا. هيا. ما عسى أن تجيب بهيمة فاقدة للحواس كهذا على أي أحجية لنا؟ هذه البهيمة لا يرتاج منه أي خير، اقضوا عليه فشخيره يزعجنا. يا للمصيبة، هذا اللقيط الأهوج أصبح وباء على المعسكر. لقد شوه سمعتي كثيرا وألحق الخزي والعار بسمعة القيادة والجيش. ما ذنب هذا اللقيط؟ المذنب هو القائد الذي أرسل هذا البليد المثرثر الكريه في مهمة حساسة وهامة. أيها المهلب، لقد أرسلت فرقة كاملة إلى معسكر المختار، لم يخفق أحد منهم. قل لي ما هو ذنبي؟ فلو لم يطمع هذا الوضيع بسرج فرس لما كشف أمره. يبدو أن ابن شميط قد قصد قلب قيادتنا بفعلته هذه. لا وقت للجدال. اسمع يا فتى، هيا قم وسل شيخ ساحات الوغى ومعمار الهجمات الخفية في كل المعارك. إنما نحن نطيع الأوامر وحسب. تعقل أيها الفتى، لم يكن في نيتي أن أتعرض لساحتكم. أنت أثبتت الحنكة والوفاء وأبليت البلاء الحسن فيما مضى. يا ابن الحر، أطلب منكم أن تعجلوا بالنظر في أمر هذا الصوت المزعج للجميع. لن يعد بالإمكان الرد على مباغتة العدو مع وجود هذا الصوت المرعب. قم أيها الجحش الأعرج، إن قتلك لن يكفر الحماقة التي ارتكبتها. وأخيرا ارتحنا. أيها الأمير، هل لخادم مثلي أن يبدي رأيا؟ تبدي رأيا في أي مجال؟ في أمر هذه الوقيعة المحزنة والمضحكة في نفس الوقت. المضحكة؟ أين المضحك فيها؟ إنه لتطاول يا سيدي، لكن ثق يا مولاي، إن سمع الناس بقصة هذا الأعرابي الأهوج سوف يهزؤون بسذاجتنا وبقلة تقديرنا وضعف تخطيطنا. فمن عرف المختار الثقفي ولو بمقدار مثقال ذرة يعلم أن دق إسفين الفرقة بين العرب والأعاجم في معسكر المختار أمر محال وبعيد المنال، وذلك طبعا مع وجود أفعى مثل كيسان أبي عمرة. لن يكون التخطيط لبث الفرقة بين العرب والأعاجم مجديا إلا إذا كان الفريقان متكافئين في المعسكر، ونحن نعلم جميعا أن الغالبية في معسكر المختار من الأعاجم، والعرب عددهم قليل. وإن افترضنا جدلا أن الخطة لم تكشف، فالفرقة بين العرب والعجم لا تجدي نفعا ولا تضير معسكر المختار. إن ابن الحر رجل شجاع ذو بأس وكفوء، قدم الكثير من الخدمات لكم ولدولتكم أيها الأمير، لكنه شاب طموح ومندفع، كما أن الخيلاء والتهور في وضع الخطط من صفة الشباب أيها الأمير. فهل يضير الأمير الاستماع لمن يريد له الخير من المخلصين؟ إن السعي لدق إسفين الفرقة بين العرب والأعاجم كانت فكرتي أنا، وابن الحر أمر بتنفيذها حتى لو كانت مثيرة للسخرية. إنما كانت مفيدة بالنسبة إلينا، فكلما ظن العدو أننا قوم سذج كان أنفع. كيف هذا؟ اعفني يا ابن الأشعث من إبداء التفاصيل. الأفضل أن تبقى أسرار الحرب محجوبة حتى حصول الغرض الأساس. أهذا واضح؟ إن حقد هؤلاء حقد سحيق دفين، وسيحتقرنا المختار لكثرة ترديدهم مقولة العرب والأعاجم. على السامع أن يتحلى بالعقل، فأنا عندما أخذوا يتغنون بسيرة المهلب ظننته أفعى ذات رأسين ينفث من أحدهما نارا ومن الثاني يتفوه بكلام يشبه كلام عمرو بن العاص، والواقع أن هذا البطل مزور ولا يملك عقل عصفور. كان من الممكن عزل العرب عن الأعاجم ودب الفرقة في معسكر المختار،
ولكن ابن مرجان لم يكن يسمح بذلك لآلي الزبير، والمهلب غير محنك، فتعسى لمصعب لسماعه مشورة رجل كالمهلب. ماذا عساي أقول؟ أخشى أن تكون تلك الغائلة فتنة وقد تتمخض مولودا مشؤوما. لقد أحسست بحكم الإمام علي وعدالته، وعبق تلك العدالة يضوع من المختار. من الصعب أن يستسلم المختار للصراعات القبلية تلك. الأعاجم كلهم فدائيون مختار، بايعناه بأنفسنا. إن خدعة المهلب ومصعب باتت مكشوفة وواضحة للعيان. أمنت بما يعتقده المختار عن آل الزبير، إنها الحقيقة. إنهم أهل فتنة وخداع، علينا أن ننظر بعين الريبة لما يفعلون. اجلس يا مهلب، اجلس. لقد علمت ثقل العدو، كما أنك خبرت أن ابن شميط حصن لا يمكن النفاذ منه، فمن أي ثغرة يمكنك اقتحامه؟ من خلال ثغرة الدين والشارع المقدس أيها الأمير. أرسل من هو شجاع ومغدام وذو حنكة وذو دراية أيضا، وأن يكون على اطلاع بكافة أمور الدين. مره بأن يعظ ابن شميط بأن يكف عن إراقة دماء المسلمين كافة. لديك مثل هذا الرجل؟ إنه عباد بن الحسين. إنه ضالع بأمور الدين ومقدام شجاع يتقن فنون القتال. نعم الرأي. عليك إلزامه مفاوضة ابن شميط، وليكن ذلك الأمر على مرأى ومسمع من ابن وهب. لماذا ابن وهب؟ بلغني أن ابن وهب وابن شميط أيضا مترافقان في السراء والضراء، ومن المؤكد أنهما متآخيان متآلفان، كما أن ابن وهب يشاطرنا الرأي بتفضيل العنصر العربي على العنصر الأعجمي يا مصعب. واعية الأعاجم تحاكي النهر في صفائها واندفاعها وأخلاصها للمختار، فهي انهاجت أو غضبت قادرة على إزاحة أي سد يعترض طريقها. لما تبدو منهكا؟ لا أنوي التطاول أيها الأمير، ولكنني لا أشاطرك الرأي. في أي الأمور؟ في أمر الأعاجم. إن كان ما تظنه ساعدك الأيمن لا يشاطرك الرأي، العقل يأمر بضرب رأس العدو، لكن الساعد يضرب رأس صاحبه بسرعة البرق. أصدقك القول أيها الأمير، ما يختلج في نفوس الأعاجم تجاه المختار إنما هو مبالغة وإطراء، أو لربما تملق. إنهم يعظمون المختار لظنهم أنه باستطاعته المساعدة على اندمال جرحهم. أي جرح قديم هذا؟ وأي اندمال؟ إنه جرح القادسية يا أخي، القادسية. إنهم يتهافتون أمام المختار ليثأروا من العرب ويحصلوا على ما خسروه في تلك الواقعة. أخبرني ما بك يا ابن وهب. استغفر الله يا رجل، لم أعد أعرفك، ظننتك أحد قادة العدو. الأعاجم هم ورثة سلمان الفارسي، إنهم يعشقون عدالة المختار، العدالة التي كانوا يرونها في إمامنا علي. أنا لا أكره تحقق مثل هذا الأمر. إني لفي حيرة من أمري، كيف خطرت لك مثل هذه الأفكار؟ أنا كنت الشاهد عند حدوث الفرقة بين العرب والأعاجم، كانت من تدبير الأعداء، ورأيت ماذا فعل كيان. هاي هاي هاي، على طريقة أبي عمرو بإمكاني أن أثبت لك وبألف دليل وحجة أن وراء كل فعل يقوم به يكمن سر. طوع أمرك أيها الأمير. يا عباد، هل سمعت الأخبار الأخيرة؟ أجل أيها الأمير، ولا أخفي عليك أني لفي حيرة من أمري. لم أكن أصدق أن المهلب يضرب بسهم طائش. إن المهلب قد أصاب بدقة، لكن الخصم ذكي ولدود أيضا، وابن شميط قد أثبت أنه تلميذ ناجح لمشعوذ كالمختار، ومع ذلك أردت أن تكون سفير سلام لديه لتجعل الشك يخالجه فيما
يغالط الشرع. أرجو ألا أفشل في أداء المهمة أمام الأمير. أنت أهل لذلك، واعلم جيدا إن لابن شميط صديقة مشهورة من العرب يدعى ابن وهب، وقد يكون غائبا أحيانا، فليكن حضوره إذن شرط مفاوضتك مع ابن شميط يا عباد. اذهب. سمعا وطاعة أيها الأمير. قل لي، هل حقا رسول سلام أنت أم أرسلت عينا على معسكرنا يا رجل؟ قل لي يا ابن شميط، هل صدر مني ما يسيء لكم؟ كلا. إذن لما الإهانة لضيف حل في ساحتكم؟ وهل أهناك لا قدر الله؟ أنا من قادة جيش مصعب كما تعلم يا ابن شميط، أوليس نعتي بالجاسوس إهانة وانتقاصا من شأني؟ كف عن هذا الجدل أيها الرسول، إن الأمير لا يعلم الغيب أبدا، وهو ليس بعراف كي يقرأ ما في جبينك فيعرف مقامك ورتبتك في جيش مصعب أيها الرسول. لندخل في صلب الموضوع، ما هي مهمتك هنا؟ هذه الحرب ليست لصالح المسلمين، فالصواب أن تبايعوا الخليفة ابن الزبير وتجنبوا أنفسكم ارتكاب الكبائر بترككم البيعة. مرحبا مرحبا. الحق أن الحرص على وحدة الأمة يستوجب الثناء وفيه أجر عظيم. ما أتذكره أنا يا رجل أن أميرنا المختار كان قد بايع الخليفة ابن الزبير في مكة، وقد وعده الخليفة بولاية الكوفة، وما أتذكره أيضا أن الخليفة في البداية كان داعية للأخذ بثأر ابن بنت رسول الله. كيف تفسر هذا؟ ولماذا وصلت الأمور بنا إلى أننا خصمان؟ إن في معسكركم نفرا من قتلة سبط رسول الله، سلموهم لنا وينتهي النزاع. إن تسليم عدد من البسطاء العزل ليس خلقا إسلاميا، والإسلام يدعو إلى الرأفة والرحمة أيضا في نفس الوقت، وأن تعودوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسرى، تدركون حرمة وبطلان ما تطلبون، إنه لطلب محرم وسخيف جدا. فهل يصح أن تراق دماء الأبرياء بحجة تسليم نفر يقال إنهم مجرمون؟ لماذا جعلتم القيام بهذا الأمر فرضا على المسلمين؟ إن آل أبي سفيان لطالما تغنوا بهذه الخطب الرنانة محاولين خداع الشيعة. لا تجهد نفسك فلن نكترث. هيا تكلم يا عباد، لما هذا السكوت؟ قل لي كيف وجدت خصمنا؟ شرسا وجريحا، إن المختار وأتباعه يرون في الخليفة ابن الزبير الرجل الكاذب والمخادع والناكث للعهود. إنهم جعلوا من وعد الخليفة بالثأر للحسين بن علي وسيلة لإقناع الناس بكذب الأقاويل والادعاء ونقض العهود أيضا. حجتهم أن الخليفة الواعد بالثأر للحسين ها هو قد حالف قتلة الحسين وجمع الجيوش وأعد العدة لمنازلتنا نحن الطالبين بدم الحسين. إن قمع الهاشميين في مكة بناء على أمر الخليفة صار مادة دسمة لما يرجونه من أقاويل لإثارة الناس، وبهذه المتناقضات جعلوا أهل العراق يسيئون الظن بالخليفة، مما جعل الأمر صعبا كثيرا علينا. إن سهامك الخفية قد أخطأت الهدف يا مهلب.
وعصا الكليم وقعت بيدي غلام ثقيف، فصارت الأفعى التي تبتلع ما تؤفك من الأفاعي السحرية. المختار لم يعد ذاك الخصم الصغير، فقد عركته الأحداث حتى صار داهية في السياسة، قرما مداعسا في ميادين الحروب، ولا يعقل أن يهزم عبر محاولة أو محاولتين. مع هذا فأنا لا أعتقد أبدا أنني قد هزمت، ما زلت أعول على من يدعى ابن وهب، فالأمر يستحق طول الصبر. يا عباد، يا ابن كامل، أيها الرماة تحركوا. أرأيت يا مهلب؟ أرأيت أنه لا يمكن الاعتماد على هؤلاء اللقطاء؟ هل حقا تظن أن هؤلاء يقاتلون بلا مقابل؟ إذن لماذا هم معنا الآن؟ إنهم هنا طلبا للحماية فقط. أو هل قصرنا في حمايتهم؟ لا، ولكن أتعوك على قدر حمايتك لهم، فهم مرابطون الآن إلى جانبك.
ادفع لهم ثمن الدماء يقاتل دونك. حسنا. البيعة يا أتباع خليفة المسلمين، تراجعوا بسرعة، إنها الخيانة قد وقعت. تراجعوا هيا بسرعة. لا تلاحقوهم. أجل أيها الأمير. هيا. أجيبوني، هل جئتم للتفرج أو للجهاد؟ لقد دعينا إلى التفرج على الجهاد، فكان نصيبنا أن رأينا بسالتكم في الحرب. إذن لماذا وافقتم على خطة الهجوم؟ هذا الأمر يخصنا نحن، وإذا جاء واضع خطة الهجوم وسألنا عن موقفنا سأبادر بالإجابة. الله أكبر! 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 مرحبا بك أيها البطل، مرحبا بك. أحسنت أيها الأسد، أبليت بلاء حسنا. أهذا هو المهلب الذي كثر الكلام عنه؟ لا يزال الوقت مبكرا كي تحكم عليه. لقد وجهت صفعة مؤلمة لابن الزبير، أحييك يا فتى. يا للعار، غضبك كفى يا مهلب. احتفظ لنفسك بما تنبأت وما ستتنبأ به. للحرب والنزال أصول وقواعد. ما قمنا به اليوم مهزلة وليس حربا، بل ما أشبهها برجل رام اقتناص الأسد فخر من روعه بمجرد ملاقاة هذا الأسد. اعلموا أن ابتداء الحرب يعني المقارعة ولوي الذراعين من قبل الخصوم، فالتخاذل مكن ابن كامل الشاكري من لوي ذراع ابن عباد ابن الحسين. بدأت الهجوم طبقا للخطة التي ارتآها الأمير، وأنا أشهد الله أنني ما تخذلت قط، وقد ذهبت للقاء الأسد رغم علمي بما يمتلكه من هيبة وقوة، فبذلت الجهد المطلوب وتركت فيه الجراح، ولكن كان من المفترض أن يصلني الإسناد من ذات اليمين وذات اليسار، ولكن لم يحصل ذلك أبدا، فأجبرت على التقهقر. سل هؤلاء لماذا لم يوفروا لك الإسناد المطلوب؟ أين هو الوضيع شبث؟ إن شبثا لم يعد شبثا هذه الأيام، إنه شبح. ماذا؟ هل هي حجتكم الجديدة؟ ألم يكن شبث بالأمس الرجل المحنك والداهية؟ فأي شبح هذا الذي ما فتئتم تقبلون آراءه في كل الأمور؟ لماذا لم تقدموا الإسناد لعباد عندما أحجم شبث عن مساندته؟ ما إن هممنا بنصرته حتى سمعنا صيحات التقهقر فصعقنا وعدنا مسرعين. إنه الكذب يا أخي،
في خضم مقارعة عباد للقوم راقبت هؤلاء الجماعة حين اختاروا شبثا لنصرة عباد، فاقتربت منهم على سبيل الفضول من حيث لا يرونني، فسمعت شيئا يتعلق بأمر نصرة عباد، فكان من رأي شبث أن يقفوا من حيث لا يراهم أحد. أعلم يا جعفر، أعلم ذلك. من لعبة القط والفأر التي يمارسها شبث في هذه الأيام عرفت أن حضوره في معسكرنا إنما هو شبح لا أكثر، إنه موجود وغائب، قد أدخل ما يعتقده إلى قلوب الآخرين ليكونوا متفرجين عن بعد على ما يدور من قتال، وأن يسخروا منا ضاحكين في سرائرهم يظنون أنهم امتطوا مطية سهلة. فها هم قاصدون مواطن السلامة عليها، وإن وصلوا متأخرين إلا أنهم يصلون بسلام. وهل أنا منهم أيها الأمير؟ لا تحاول الصيد في الماء العكر يا عديم الأدب. من أساء الأدب، أنا أم أنت حيث تتكلم بالنيابة عن الأمير؟ سؤالي موجه للأمير وليس لك يا ابن الحر. بناء على ما تنص عليه الخطة، ما كان عليك القيام بأي عمل في هذا اليوم، فالأفضل لك أن لا تربط مصيرك بمصير هؤلاء. نعم يا أمير. أمرتك بالسكوت لا بالانصراف، اسمع جيدا، وأنت أيضا يا ابن الحجاج، إن هذه الحرب يا ابن الأشعث إنما فدية يدفعها آل الزبير لما قاموا به من حماية أشباهكم والتستر على رجلكم المتلون شبث هذا. أنتم قوم أيديكم ملطخة حتى المرافق بدم أهل بيت النبي، فأصبحتم الآن من النادمين والتوابين؟ وقد أقحمنا أنا وأخي الخليفة نفسنا بحمايتكم إحياء لسنة رسول الله، فإن كنتم ملازمي التلون والرياء المعهودين لديكما فلم يعد لي بد من تسليمكما مكبلي الأيدي والأرجل للمختار الثقافي، منهيا بذلك النزاع القائم بيننا. يا أمير، القليل من التستر. يا مهلب، لم يعد الأمر لعبة في السياسة كي يكون مجال لوساطة أمثالك وتسوية الموضوع. يا مهلب، لقد خان هؤلاء الجماعة على مرأى من العسكر كله، وذلك بإعاز من قبل رجل سموه الشبح وأنا ألقبه بالذئب. كم كان منظره كريها عند لجوئه إلينا تعلو وجهه الذلة، فقمنا بما يحتم علينا الواجب، واليوم نحن نواجه تمردا من جانبه. لم يكتفي بالإحجام عن خوض غمار الحرب فحسب، بل شجع الرجلين أيضا على الامتناع عن المساندة. أهذا إنصاف برأيك؟ يحق للأمير أن يتوتر ويغضب وأن يجتاز حدود العدل في حكمه. لم يكن شبث ينوي مساندة عباد، حاولت إقناعه بمساندة عباد طوال محنته ولكن دون جدوى. على أي حال، إن شاء الله سيكون لنا الغد، سوف أنزل إلى الميدان بنفسي وسترون كيف أبلي البلاء الحسن، سوف أهزم الأعاجم. إن غدا لناظره قريب، في أمان الله. ما فعلتموه اليوم كان عظيما، فإن كان لآل الزبير ذرة من العقل لذهبوا بما يملكون إلى شأنهم وانصرفوا لرعي مواشيهم. أستبعد أن يكونوا ذوي دراية برعي المواشي. أيها الأمير، هم رعاة إبل. لا يزال أهل البصرة يتناقلون قصص آل الزبير. إن الأمثال تضرب ولا تقاس، لا يهم إن كانوا رعاة بقر أو إبل، فهم لم يكونوا يوما من الأيام أصحاب حكم أو سياسة أو تدبير. أمر جدير بالاهتمام، إن التنبؤ بمعرفة ما تؤول إليه الحرب مهم جدا. ترى كيف توصل الأمير لهذا الأمر؟ كنت أظن أن المهلب بعبقريته وحنكته وخبرته قد وحد القيادة في صفوف جيش مصعب. إن اصطفافهم الهش هذا اليوم في الميدان أظهر أن القادة في صفوف جيش مصعب كل يغني على ليلى. لقد أرسلوا عبادا دون مؤازرة أو مساندة، وهذا إنما يعني عدم وجود خطة مشتركة ومتقنة. ما بك يا أبا عمرو؟
لست على ما يرام. عليك النظر بإمعان إلى ما يعتصرني من ألم. إني في ثكل أحبة أخال أني قصرت عن القيام بالواجب تجاههم. أتصبر عندما أكون في الميدان، وفي القتال سلوان لي عن المصيبة. أجل، وهناك الغد أيضا، فأنت الذخر للصعاب في الشدائد. إني لمعتمد على ما تمتلك من القدرات والتجارب. أنا أعتمد عليك يا أبا عمرة. ممتن لك أيها الأمير، سمعا وطاعة لك أيها الأمير. من المؤكد أن الغد سيكون من أيام الفخر لمحبي الإمام علي. اذهبوا الآن للاسترخاء. يا ابن وهب. حاضر، اجلس. لماذا أبو عمرو عابس وحزين إلى هذا الحد؟ هذا واضح كوضوح الشمس أيها الأمير. عابس لأنه لم يعد قائدا للجيش. ماذا تعني؟ هناك سؤال يطرح نفسه، وهو لماذا مع ما لأبي عمرو من قرب ومكان لدى المختار، لكن قيادة جيش حروراء أعطيت لك أيها الأمير؟ هذا ما ارتأته حكمة أميرنا المختار. لا جرم أن هناك هدفا من اختياري. إن سذاجتك يا أمير تخيفني في بعض الأحيان. كان أبو عمرو رجل الثورة الأول يوما، تمت على يده فتوحات عدة، كان رئيسا لفرقة الترهيب لدى المختار، وها هو اليوم جندي بسيط لدى حضرتكم كما ترى. أكل هذا التغيير لا يعني شيئا لديك؟ وماذا يعني لديك هذا؟ إن أبا عمرة قد احتقر من قبل المختار لسبب أجهله حتى الساعة، فقرر المجيء إلى حروراء ليستعيد مكانته. كن واضحا يا ابن وهب، أي مكانة تعني؟ إن أبا عمرة في حروراء سوف لن يبذل جهدا يذكر ليثبت للمختار أنه ما زال هو الوحيد الرجل الأول في الثورة، ولربما يضمر مؤامرة لك أيها الأمير كي تهزم بقيادة ابن شميط في حروراء. أما عن أدائه دور المتفاني طبعا، إنما هو للتمويه. لا يعقل هذا، أنت تسيء الظن بالأعاجم ذاتيا. إن سوء الظن والارتياب لا شك أنه مرض، ولكنه ليس جريمة. بالإمكان التأكد من الأمر عبر ابتلائه بأمر بسيط. وكيف ذاك؟ أرسل أبا عمرو في الغد راجلا إلى الميدان، لا فارسا. مر الأعاجم أن يترجلوا ويلاقوا العدو راجلين. إن امتثاله الأمر أو عصيانه سوف يظهر لنا ما يضمره لنا أبا عمرو في داخله من نوايا سيئة يا سيدي.
أتأمر بشيء أيها الأمير؟ أمستعد أيها البطل؟ على أحر من الجمر، كيف لا وأنا على علم بلقاء ابن الأشعث؟ أعلم يا أبا عمرو، أنا أعلم. أنت الذي قتل الشمر، هناك من ذهب إلى الجحيم على يدك المباركة، وهو قد كان من أحرص الناس على قتل ابن بنت رسول الله. ليس لدي أدنى شك إن ابن الأشعث سيكون طريدتك في النهاية، إلا أن هناك شرطا لإرسالي لك للقائه. وأي شرط هو ذاك؟ أن تبارزه راجلا لا راكبا. ولكن فرسان أكثر مهارة وهم يمتطون صهوات الجياد. يا أبا عمرو، هل تثق بي أم لا؟ أجل ثقة عمياء، ولو لم أثق بكم ما قتلت في ركابكم البتة. هذا هو الرأي عندي. تذهب أنت ومن معك للحرب راجلين، ستكونون أقوى هكذا. ولكن أنا لم يعد مجال للنقاش. إن لم تكن راغبا تنحى، فإني مستعد للنزال بنفسي. لا يا شيخ، كن إلى جنب الأمير حيث تضع الخطط، إن الأمير في حاجة ماسة لأمثالك. سنذهب الآن إلى الميدان، نذهب رجالة. لينزل الكل عن الجياد. أتمزح أيها الأمير؟ كما سمعت يا مهران، ترجلوا. سمعا وطاعة، لما الغضب إذن؟ أيحق لنا أن نعلم لماذا؟ إن الحق واجب أقره الله علينا، أمرنا بتنفيذ ما نكلف به من قبل القادة. ترجلوا. ترجلوا جميعا. يا ابن الأشعث، لا يغرنك زعيق مصعب ووعيده، إنه في حاجة إلى دعمنا ودعم قبائلنا. ما زال هذا الزنيم يوسوس في أذن ذاك اللقيط. لا تسيء الظن، يودعان بعضهما، أتلك جريمة؟ يا شبث، إن أحداث الأمس قد أصابتني في مروءة العربية. لا تعبث معي، إن غضب ابن الزبير ما هو إلا شخير خنزير قد رأى نمرا، فبدأ يضرب الأرض بأظفاره ويشخر عاليا. سأثبت لبني الزبير في العراق اليوم أن عدونا بوق نفخناه بأنفسنا. اذهب إلى مصعب وأعلمه أننا مستعدون. نعم يا أمير. يخشون منا الفرار، أليس كذلك؟ لم أعد أدري حتى الآن، إني أخشى على المختار يا مهران. بيعة هؤلاء مع المختار هي بيعة من أجل العرق والقبيلة. سنثبت اليوم أن بيعة الأعاجم مع المختار إنما هي بيعة إيمان. إنه أبو عمرو، لكن لماذا هو راجل؟ من الممكن أن تكون خدعة. لربما سهام المهلب الخفية قد أصابت الهدف، لكن خذوا حذركم مما يكون وراء القوم.
يا ابن الأشعث، إن كانت لك ذرة من الشهامة لم تقم بتقديم ولدك أمامك كي يموت. إنه شاب وله آلاف الأماني، حري بك أن تموت أنت أولا، وإن كان بقاؤه سيكون وبالا هو الآخر على الناس. اخرس أيها الأعجمي الأجير، اليوم وبما اقترفت يداك من دمائنا سأقدم رأسك المتعفن هدية لوالدي. لما إضاعة الوقت؟ إن مهر أختي هو رأس أبي عمرة. ما أغلاه من مهر، بإمكانك عدم القبول. فليكن ما يكون، إن حدة عيون الرباب لأمضى من سيف أبي عمرة. كأنما الأيام أيام صفين يا كيان، تتذكر أي سباق وتهافت كان بيننا على البراز للميدان؟ طبعا أتذكر جيدا، أشعر هذه الأيام بالراحة والطمأنينة يا أبا إسحاق، فبإمكاني الاتكاء على سيفي والنوم على جوادي. لا أخفيك سرا يا كيان إذا قلت إنني هذه الأيام كالفراشة الفتية، أشتاق كثيرا للنزال مع هذا النحس الكريه. أيها الأمير، إنك مجبر على كبح جماح هذا الشوط، عليك البقاء في الكوفة. إن نزلت إلى الميدان
سيعلم المهلب أننا دفعنا بكل قوانا لحربه، وهذا ليس لمصلحتنا. أعلم، وأنت محق يا كيان. إنني مجبر على الإقامة في الكوفة ولو لوقت قصير، لذلك أريدك أن تكون القائد للجيش. أنت مجبر وللمرة الثانية على أن تعفيني من هذه المهمة يا أمير. إننا نواجه خصما غدارا، يكفي أن يعلم المهلب أن قائد الجيش غير عربي كي يثير الغائلة بين العرب والأعاجم فيفرق الجيش. اسمح لي بأن أكون جنديا مغمورا يدافع حتى النهاية عن بيعته. مرحى لك يا كيان، إن العقول المظلمة مغلوبة دائما من قبل العقول النيرة، والنور الذي يغمر قلبك إنما هو إشعاع ماس اقتنصته من الغوص في بحر الألم. بخ لك يا كيان. عذرا أيها الأمير، عذرا على ترك الموضع دون إذن منك، ولكن للأسف لم أتمكن من نفسي أبدا. ماذا جرى؟ لما قصد كيان ساحة الحرب راجلا؟ ما سر هذا الهدوء في ساحة الميدان؟ عليك التريث قليلا يا رجل، إن أبا عمرو نزل الساحة توا، سيأتي بالفتح قريبا إن شاء الله. لما ذهب راجلا؟ إن هذا لسوء ظني أحمق، أنا قلق عليه أيضا. يا ابن كامل اذهب ومن معك لنصرة أبي عمرو. سمعا يا أمير، هيا. هيا. يا عبد الرحمن، تراجعوا وبسرعة، تراجعوا. Thank you.
كيان! ماذا فعلت بنفسك يا أخي؟ أدرك أبا إسحاق يا أخي، إياك أن تغلب من قبل أصدقائك الحمقى. ولكن لماذا أنت يا كيان؟ كنت تعلم جهل هؤلاء الحمقى المتعصبين، فلماذا استسلمت لحماقتهم؟ لماذا استسلمت لغبائهم؟ لماذا ترجلتم عن الجياد؟ ألم تتذكر ماذا فعل مالك الأشتر في صفين يا ابنك؟ كيان! كيان! وهل استطاع أبو عمرو إثبات حسن نواياه؟ هل تعنيني أيها الأمير؟ لا، أنا أعني نفسي. أيها الرفاق، أنا الأحمر بن شميط، أنا قائدكم، أقر وأعترف بذنبي بأنني قد أخطأت بحق أبي عمرو، بل ربما خنته. يا عبد الرحمن، إن الموت قدر المرء، فلا تعجل يا فتى، واعلم أن عزرائيل لا يجامل الخلق أبدا، ولم يستثني حتى خاتم الرسل. حاول أن تتعزى كما يليق بعشيرتك وأسلافك، فنحن نعتبرك من الآن فصاعدا شيخ قبيلة كندا وقائدها.